سؤال، خلونا مع حضرتكم دلوقتي نتابع تقرير من خلاله أهم العناوين أو أهم الأخبار اللي حصلت في بلدنا النهاردة. الحكومة تعلن بدء تصنيع 8 ملايين كمامة شهرياً كمرحلة أولى خلال أيام. وزارة الصحة: نسبة التعافي من كورونا بلغت 25% والوفيات انخفضت ل 3%. نقابة الأطباء تعلن وفاة استشاري نساء إثر إصابته بكورونا وارتفاع الشهداء ل 47 طبيب. لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان توافق مبدئياً على مشروع قانون مجلس الشيوخ. البنك المركزي يعلن انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى 36 مليار دولار نهاية مايو. وزارة الإسكان تعلن بدء حجز وحدات الإعلان 13 في الإسكان الاجتماعي بعشرة محافظات. وزيرة التعاون الدولي: 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم مشروعات القطاع الخاص بمصر. البنك الدولي يشيد بمنظومة التعليم في مصر خلال كورونا ويؤكد تقوم على الابتكار. وزيرة التخطيط: الصعيد يستحوذ على 25% من استثمارات العام القادم ب 47 مليار جنيه. السكك الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام. بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما. وزارة الطيران تعلن تنظيم 16 رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين بالأردن. الكويت تعلن مغادرة 1383 مصرياً عالقاً إلى القاهرة عبر 8 رحلات. محافظ الجيزة: إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة بطاقة 1500 طن يومياً لمصانع تدوير المخلفات. محافظ الوادي الجديد: رصد فيروس كورونا في 18 منطقة داخل 4 مراكز إدارية. الانتهاء من تنفيذ محطة مياه سفلاج الجديدة بسوهاج بتكلفة 3,400,000 جنيه. محافظ القليوبية لرؤساء المدن الجدد: خدمة المواطنين أولوية قصوى. محافظ المنوفية يجري حركات تنقلات واسعة لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة. وزارة الداخلية تضبط 4,501 شخص و2,188 مركبة لمخالفتهم قرار حظر تحرك المواطنين خلال 24 ساعة. وزارة الداخلية تعلن ضبط 125 شخص لمخالفتهم القرار الصادر بإيقاف أعمال البناء خلال 24 ساعة. ضبط 4,923 سائق نقل جماعي لمخالفتهم القرار الصادر بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة. النادي الأهلي يستعين بالبوابة المعقمة قبل عودة النشاط بسبب فيروس كورونا. نادي الزمالك يستقبل أعضاءه لتجديد الاشتراكات لليوم السابع على التوالي وسط إجراءات احترازية. هيئة الأرصاد الجوية: ارتفاع حاد بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال 72 ساعة المقبلة.